السلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتغرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى لو نقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك دي وتقوم. انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه دي؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. املى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده، امر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي. انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا ملها من ببلبه ليه كده؟ يلا هات من هنا. يلا يلا. حقك يا عمده. كلوا الاول، كلوا الاول. هم نفسكم وحب. فزي. مع السلامه يا اختي. متشكر السلام. يا عمده متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادي امليك، هو دي زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا تولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده علي صوتك. فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. ناكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ذكربط. ذكربط انت قاعد عند عميتك؟ استنى تقعد في كافيه. افهم إيه, ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا لهبل ده. هو هات له اسمها ايه ده؟ هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى مع اول مره يجي هنا. تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش. هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له. تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده؟ هو ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خل ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده؟ هي اللي خدتها انا من يومين. ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب ده؟ هو يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي. لا شوطه. شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح. انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع. ما تمشي بقى. التاريخ واقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظت؟ قتله. تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب. انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار، جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه. انا ساعتها هتجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الداير دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايه ده هي. لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى. بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت. هو مين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي. انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح. ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها؟ هتعملي بيه ايه؟
وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهيتعبك في الصيف قوي، بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يطبط عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستوري لحمه ده هو. اسمعي كلام، اسمعي كلام يا نازي، كنت بتضحك عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا متر. ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انت عاوزين نيجي عندكم هنا مره تانيه ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياه النبي حياه العمده، يا قولي لي مره واحده سلامونتي وانا امك. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين. سلامونتي سلامونتي، عايزه تخين دي يسمعها، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي اجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر، وريني هتعمل ايه الطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن لفند اللي معاك مفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا دي ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس، وانت حسابك معايا. هيا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه دهيا هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده، استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها دي. حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الأميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتصيف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ اهدي، هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني سليمان؟ صراحة انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزك، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جزمة. امبوسيبل. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولادة يا رب، قومة بالسلامة. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلة ايه؟ انت مش عارف ستك ناظت، ستك ناظت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولادة. الولادة دي حاجة بسيطة، اسأل مالي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد، بقول لكم ايه؟ أنا أسود لحظة عندي دلوقتي موتراني ومجنناني إن أنتوا الاتنين معايا، سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما أنا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجة واللي راسه مقلقسة كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجة، ابعدوا عني ابوس ايديكوا، عايز خلفة نضيف، يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا، ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. نصرة النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمني على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربنا. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ إيه؟
في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ اهدي، وانت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على انها اثار واحبها واحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ ايه اللخبطة ده هي؟ اهدى يا عمدة، اهدى، هتعترض على إرادة ربنا. اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، أثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي.